بسم الله الرحمن الرحيم. بيا سعاد، مديرة الجهوية للضرائب من مراكش. اليوم عندنا لقاء تواصلي اللي متمطلو الغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش اسافي، واللي الهدف ديالو هو عرض شنو هما المستجدات الجديدة اللي جات بها قانون المنية 2023. حنا جيت سعادة المشاركة في هذا اللقاء لأنه كما عرفتوا بسبب جائحة الكورونا ما تمكناش أننا نديروا هذه اللقاءات هذه واحد 3 سنين. الآن غادي تكون بحال إعادة الصلة بالصناعية ديالنا، بالمواطنين ديالنا، بالملزمين ديالنا في إطار هذا اللقاء هذا، باش نبينوا لهم ونشرحوا لهم شنو هما المستجدات اللي جات بها قانون المالية، وكذلك اللي يعني نجاوبوا على الاستفسارات ديالهم والأسئلة اللي يمكن يطرحوها في هذا الشأن. وشكرا جزيلا. شكرا لك استاذ الرحمن الرحيم. معكم بوسالم محمد، عضو الغرفه التجاره والصناعه، وفي نفس الوقت رئيس اللجنه الماليه البرمجه والميزانيه. بالنسبه للنشاط اللي تنظمو الغرفه اليوم، هو يتعلق الامر بواحد يوم اعلامي، الموضوع ديالو هو مستجدات القانون الماليه لسنه 2023 من ناحية الضريبيه. هذا اللقاء غيأطر جوج ديال الادارات الجهويه، تكون واحد تكون مداخله ديال المديريه الجهويه للضرائب ومداخله ديال اداره الجمارك والضرائب الغير مباشره. الموضوع المهم، الموضوع هو غير يركز على المستجدات اللي جابهم القانون المالي ديال 2023 بخصوص ما يتعلق بالضرائب، من الضريبه على القيمه المضافه، الضريبه على الشركات الى غير ذلك، وبالنسبه للمسائل ديال الجمارك. بالنسبه لهذا اليوم الاعلامي اللي كديروا الغرفه، تيجي في اطار البرنامج اللي سطرته الغرفه، وهذا البرنامج اللي هو موجه للمنتسبين ديالها والعموم ديال المقاولات بصفه عامه، في اطار انشطه بخصوص مجموعه ديال المواضيع اللي كتهمهم، منها الجانب الضريبي، جانب مثلا الحوايج اللي كتعلق بالصندوق الضمان الاجتماعي الى غير ذلك. دونك جا في هذا الاطار، هذا في اطار دي واحد البرنامج اللي سطرناه، اللي غادي دابا كنبداو تنجزوا فيه. دونك الهدف هو تحسيس هاد الناس، هاد المنتسبين والمقاولات بصفه عامه، لهذه المسائل الجديده اللي جا بها هذا القانون ديال 2023. وفي الواقع هذه المستجدات الضريبيه كثيره بزاف ومهمه، دونك لهذا ارتأت الغرفه انها تستدعي هاد الناس باعتبارهم الناس اللي معنيين بالامر، باش يحاولوا يزودوا الناس بمجموعه ديال المستجدات الجديده في اطار هذه المسائل الضريبيه. هذا هو الهدف. فهمتيني، وتكون واحد النوع ديال التحسيس، والناس يكونوا على درايه، لان هذا الشيء كيطلب منهم واحد المجموعه ديال التقنيات الجديده بخصوص التصاريح، بخصوص الالتزامات اللي خصهم يلتزموا بها. ولهذا كان هذا اليوم هذا باش يمكن الناس يشرحوا للناس على اكثر ما يمكن، والغرفه ما تتاديش الا الدور ديالها الدستوري. وشكرا.